وصحابته وتابعي من واله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكثير من الناس الليلة يرجو ويأمل أن يتغير الحال من أحسن من أسوأ إلى أحسن، والتغيير إنما يبدأ بالعقيدة الصحيحة، بدعوة الناس إلى المعتقد الصحيح السليم الذي بعث الله عز وجل به كافة الأنبياء والمرسلين. فالإنسان الذي يريد أن يصلح عليه أن يبدأ بالتوحيد. أول خطوة قبل ما تبدأ بأي حاجة، الناس الحولك لابد يعرفوا التوحيد ولابد يعرفوا العقيدة الصحيحة، لأنه المشركين ما بينصروا دين، والمشركين ما بيقاتلوا أعداء، والمشركين ربنا قال عنهم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. والمشرك عنده إله، عنده آلهة بيعبدها ويدعوها في الشدائد. عشان كده بتلقى الليلة لو في بص ماشي من هنا لضنقلة ولا ماشي لكسلة وجا في ميلان، والبص لو فيه صوفية الآلهة بتظهر. أي زول من ده شيخه، وأي زول من ده الإله بتاعه الذي يدعوه ويعتقد فيه أنه يسمعه ويجيبه وينقذه. عشان كده تلقى الجماعة: يا سابق يا، ده قالوا قبل ما تقول يا بس انت صيح له وقول له يا، هيا بكم هيا. ده الشيخ حسن ودحسون قالوا، زي ما قال عبد الرحيم الزريبة، قال: حسن ودحسون سيدي بكم، حسن فوق الكون متحكم. عشان كده تظهر الآلهة، والمشركين كانوا بخلاف ما عليه المشركون اليوم. المشركين بتاع قريش أفضل من المشركين بتاعنا الليلة، مع إنهم كلهم مشركين، لكن ديلا كانوا لما يركبوا السفينة والسفينة تموج في البحر، ربنا قال: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لما يركبوا السفينة في البحر والموج يضرب بيقولوا: الله وراه، ويا الله يا الله تلحقنا، ويا الله تنجدنا، ويا الله تفزعنا. ربنا قال: فلما نجاهم إلى البر، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أول ما أخذت كراعهم في القيفة بتاعت البحر، والله كما اللاتة ده أكان شغلتنا باظت مرة واحدة، والله كما هبل ده والله كان غرقنا. الليلة بتاعيننا الواحد شبعان ضارب فتة لود الحياة طبون يفرتقى طوبة طوبة، ومما جاته سايبة سوى ما قام كب يا حسن. حسن منو؟ حسن خليفة العطبراوي؟ لا، يقول لك حسن سيد حسن وتحسونا. قال حسن: الأحيا بغارة من غير إغلاط وكذا القطايا والولاد المات. كفر وإلحاد حسن، وفي رقي نادي البرعي، وفي إن جاته مصيبة ينادي الكباش، والمرأة إن دار تضع ينادي رجال العرفون، والأولاد كان مرضوا ينادي أزرق طيبة، والبيت لو ما نجحت ولو ما عرست ينادي فرقة وبشملة. ده الدين اللي بنشروا الصوفية. ويا مسلمين يا سودانيين، أفيقوا وعوا واعقلوا أن التصوف لا علاقة له مع كتاب الله ولا مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما بتتغير الأحوال، الأحوال ما بتتغير أبدا. ليه؟ لأنه في قبب تعبد من دون الله، في أوثان تشيد وتسرج وتعلى وتجصص ويعبد أصحابها من دون الله عز وجل. الوضع ما بيتغير. ربنا قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. ما قال ملابسهم، يقول لك يعني ألبس نظيف وألبس ظريف؟ ما ممكن تكون ظريف ولابس كرافتة ومشرك، يعني شنو؟ ممكن تكون لابس جلابية سكروتة ومشرك بالله عز وجل، ما عملت أي حاجة. والناس بتشتكي من الأحوال، والأخوان المسلمين أو الأخوان المجرمين على الأصح يقول لك: لابد من التغيير، ولابد من تغيير الأحوال السيئة، زي ما بيقولوا جماعة الصادق المهدي والترابي وغيره وغيره. وده الأئمة بتاعين ضلال، والشغلة يعني ما لحقنا يدعوها بالهناء بالفتاوى المضلة. التغيير يأتي بالتوحيد. وأنا بديك حديث ينطبق
طبق الاصل، طبق حزو القزة بالقزة على الواقع، عشان ما تتخدع. دار تغير غير العقايد. الليلة في كم واحد عقدته في الشكينيبة؟ الليلة في كم واحد عقدته في الزريبة؟ الليلة في كم واحد عقدته في الليزرقاب؟ الليلة في كم واحد سماني عقدته في السماني؟ وفي كم واحد تجاني أوسان وقباب وطرق وعقايد لا يعلم عددها إلا الله، لها أرباب ولها معتنق ولها أصحاب يعتنقونها ويدينون بها ويدافعون من أجلها، بل ويقاتلون من أجلها. عشان كده الصوفي جخا سياسة تقال لا، ما عنده عقيدة، عنده عقيدة في أزرق طيبة ولا غيره ولا غيره، وما بيرضى الكلام فيه. والكلام في هؤلاء أوجب الواجبات في هذه البلاد، والله الذي لا إله غيره، أوجب الواجبات. تتكلم في الطواغيت بتاعنا الصوفية، أوجب الواجبات في البلد دي، تتكلم عن المجرمين والمضلين البرعي والسماني وغيره والركاني والبدر وغيره من الأئمة. فالزول الدار يغير بجد، يغير العقايد دي. ما غيرت العقايد دي اوعى تجي تقول البنزين غالي. والله البنزين طبعا بقى غالي، ان شاء الله يبقى ب 50 الف جالون. انت مشرك معلق حجاب. واحد ثاني يقول لك والله الطماطم بقت غاليه، همه كله في بطنه. اصله كثير من الشعب السوداني ما بيتحرك الا لما يزيدوا الطماطم، يزيدوا الدين ما بيتكلم، يعملوا حوليه ما بيتكلم، يجيبوا طريقه جديده ما بيتكلم، ينشروا شرك ما بيتكلم، يزيدوا في الدين ما بيتكلم. اول ما الطماطم يقول لك لابد من تغيير، تقدر انت شفت بحجابك ده اكبر جبان، لانه لو انت متوكل على ربنا معلق لك 16 حجاب ليه؟ واحد من العين، واحد من السلاح، واحد من العارض، واحد من الكشة، واحد من البعاتي، واحد من الحرامي، واحد ما عارف لك من، يا زلمه انت كلك مدر الحجابات. تغير شنو؟ انت لا تقدر تغير. عشان كده ربنا قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. والتغيير وتغيير ما في النفوس يحتاج الى جهاد، ويحتاج الى صبر، ويحتاج الى بيان واضح حتى يعرف الناس ان هذا دين الله عز وجل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سال الحديث، والحديث في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، واسمع الكلام ده كويس، الكلام ده لكل من يريد ان يغير دار تغير الوضع. اسمع الحديث ده تمام وشوف وقارن بالواقع، وابدا اول حاجه باقرب يفتح شيخ طريقه جنبك، وري الناس قول لهم شيخ الطريقه ده ما عنده حاجه، قول لهم الزول ده ما عنده حاجه، وقول لهم التصوف ما عنده علاقه بالدين. التصوف عباره عن استعباد للخلق، التصوف عباره عن تذلل لغير الله. عشان كده تلقاهم يسجدوا لشيوخهم ويركعوا لشيوخهم ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله. قال اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر المهاجرين خصال خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن. قال لهم في خمس صفات اذا ربنا ابتلاكم بها إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن. النبي يستعيذ من هذه الصفات ومن هذه الخصال. قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. قال وما نقص المكيال إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. قال وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. وأنا بركز لك على يعني أهم نقطة في هذا الحديث، وهي نقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. شوف دي من أعظم الأشياء، أن ينقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. وربنا قال وعهد الله عز وجل في القرآن موجود، ربنا قال إياك نعبد وإياك نستعين، ربنا قال
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ربنا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. ما تجعلوا لله أنداد. الله غني ما يحتاج لشريك. الله غني ما يحتاج لمعين. الله غني ما يحتاج لظهير. عشان كده كل هؤلاء الأنداد الذين عبدوا ونصبهم أهل التصوف مع الله عز وجل لا قيمة لهم ولا وزن لهم ولا يستحقوا أن يعبدوا مع الله عز وجل. ليه؟ لأن ربنا قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ألا البناد البرعي والبناد السماني والبناد التجاني والبناد الختم والبناد الركاني والبناد والبدر والبناد بقرون لا يعلم عددهم إلا الله. ما عندهم ولا مثقال ذرة من هذا الدعاء. عشان كده قالوا ما نقضوا عهد الله وعهد رسوله وعهد الله أن يعني يعبده الناس وحده جل جلاله وعظم سلطانه وعهد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتابع ولا يحدث في دينه ولا يبدل ولا يقدم على قوله قول أحد. أو أتقدم لك كلام زول وكلام راجل على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا معظم شيوخ الطرق الصوفية خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام ويقدموا كلام شيوخهم على كلام النبي. النبي يقول إذا سألت فاسأل الله. عبد الرحيم الزريبة يقول لجماعته إنا بخض في البلاد نزيل فقل يا ولي الله إسماعيل. وذاك بتاع المرغنية والختمية يقول إن كنت في هم وغم فنادني بيا مرغني وأتيك بسرعة. والنبي يقول إذا سألت فاسأل الله. وذاك بتاع يعني بتاع الشكاريبة يقول برضو هيا أولياء المغارب اللازم المحارب أحمون من أقارب وكل حي وضارب. شرك بالله عز وجل يعتنقوا على التصوف ويدعون إليه وأحدثوا هذه الطرق التي لا علاقة لها مع كتاب الله ولا مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهي من المحدثات ومن طرق الشيطان التي سلكها فئام من الناس لا يعلم عددهم إلا الله. عشان كده الطرق بتاعت الصوفية دي كلها طرق إبليسية. والله نتحدى أي صوفي أي شيخ طريقة يجي يناقش بالكتاب والسنة يقول الطريقة السمانية دي في الكتاب والسنة موجودة. يقول الطريقة التجانية دي حقة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الطريقة التسعينية دي كانت الصحابة كان واحد عنده طريقة. ما في ولا طريقة. كل هذه الطرق أحدثها أصحابها وأربابها ولا وزن لها ولا قيمة لها. فلا تلتفت إليها يا عبد الله وامضي في كتاب الله وامضي على طريق رسول الله حتى تلقى الله وحتى تلقى الله وترد الحوض المولود الذي من أحدث بدعة حرم وطرد منه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ليزادن أناس من حوضي كما يزاد البعير الضال فأقول أمتي أمتي فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا بعدا لمن بدل وغير. الصوفية بدلوا الدين والأخوان المسلمين بدلوا الدين والبلاغاتية بدلوا الدين والتجانية بدلوا الدين. كل هذه الفرق بدلوا دين الله عز وجل الذي جاء به النبي عليه السلام. وأعظم شيء بدلوه التوحيد بالشرك والسنة بالبدعة واعتبروا ودعوا الناس إلى ذلك وظنوا أنه الصراط المستقيم وهو أبعد ما يكون عن صراط الله المستقيم. فالناس تكون حريصة وتكون واعية ما تتغشى. وفي غنائسنا الخضراء نحذر كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من هذه القناة البدعية الضالة المضلة التي يقدم فيها ذاك المدعو الكذاب الأشر المبتدع المجرم الضال السفيه محمد المنتصر. لذلك نحذرك ما تحضره ولا تدخل بيتك. خليك عندك غير على دينك وما تحضر الكوثر لا ساهور لا النيل الأزرق لا غير من الغنوات التي تنشر الشرك وتنشر البدع والضلالات باسم الدين في هذه البلاد. نحذرك منها كلها. خليك على الكتاب والسنة على فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تفوز وتنجو. وقدم أخونا شهاب هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم.